يا عصام انت اللي هتمسك الفريق وانت اللي هتشتغل. اتفاجئت انه دخل وبلغ ان في جهاز فني جديد. يعني اتفاجئت ان انت ماشي. ما انا ماشي وانا في اوضه اللبس. وده الشيء اللي كان مزعلني. يمكن ناس كتير في جيلي وممكن اصغر مني في السن خدوا الفرصه. عصام انت الوضع كذا وانت مش معنا. انت في الموقف ده وانت في اوضه اللبس في الفريق الاول فالعلاقه شويه بشويه بتقوى كل الكلام ده ويتفاجئوا بجهاز فني جديد انت مش موجود فيه. لكن انا بتكلم ان لازم الزمالك يحط فيجن يحط رؤيه انه يجي المجلس يحط ان النادي عشان يتعاقد مع صفقات قويه جدا مش كم مش عدد ومدرب مش ومدرب. انت راضي عن جوميز؟ لا جوميز انا شايف مدرب عادي يعني مش نادي الزمالك. يعني في انت خدت بطوله الكونفدراليه مع جروس وكان رايي انه كان لازم يكمل. جروس مدرب كبير وكان عامل تيم كويس وكان لازم يكمل ويبقى فيه يعني تدعيم لي ما كملش. هل بقى دلوقتي انت بتقول لازم يبقى فيه رؤية هل الرؤية ان جوميز ده يكمل؟ ما هو انت في نقطة مهمة جدا على فكرة. انت الموسم بتاعك لحم في الموسم التاني كمان. دي قصة كبيرة قوي. ده موضوع كبير. عشان انا اكلم مع مدرب تاني اكلم على مدرب تاني يجي عشان لسه يبتدي يستوعب تاني واللعيبة ويجيب هو الصفقات. لكن دلوقتي جوميز لابد ان هو ياخد الفرصة دي الفرصة الحقيقية ان هو يعمل ايه؟ ان هو يقول انا عايز الصفقات كذا ومراكز كذا ويعمل فترة والمجلس ينفذ ويعمل فترة اعداد ويعمل بالظبط كده ويعمل فترة هو ده. اما مشيت من نادي الزمالك في الفترة الاخيرة او في اخر مرة مسكت فيها في الفريق الاول كنت حزين. كانت مع ميتشو. نعم ميتشو. كنت حزين وقلت ان انت مشيت بشكل مهين. ليه بقى اللي انا ما خدتش الفرصه يعني انا ما خدتش الفرصه وده الشيء اللي كان مزعلني. يمكن ناس كتير في جيلي وممكن اصغر مني في السن خدوا الفرصه ان انت تبقى مدرب عام وتجيلك الفرصه ان المدير الفني الاجنبي يمشي بيتصعد المدرب العام والامور بتمشي زي مثلا زي كابتن خالد جلال كان مدرب عام وصعد الفريق الاول ومشي وخد بطوله زي مثلا مؤمن سليمان برضو جه ومسك وكسب النادي الاهلي وخد بطوله زي عدد من زي اسامه نبي جات له الفرصه يعني ما خدش فرصته ما جات لا جات الفرصه يعني جات الفرصه وقتها وساعتها كنا لسه بنبدا في البطوله الافريقيه. انا ما كانش بقى لي شهرين انا كنت ماسك رئيس قطاعات في نادي الزمالك وكنت عامل شغل كويس واداء كويس وعشان كده اتصعدت فوق للفريق الاول. كنت قريب ان انا ممكن امضي في قناه نادي الزمالك لكن وقتها اتصعدت الفريق الاول ما عملتش مدرب عام فكملت لمده شهرين وكنا وصلنا في البطوله الافريقيه ان احنا لعبنا دخلنا دوري المجموعات وكان عندنا ماتش مع مازيمبي ومازيمبي هناك وخسرنا ماتش مازيمبي ده هناك لو تتذكر ماتش 3 تمام. وكانت الظروف وقتها انا بقول ان الظروف وقتها كان ظروف اداريه مش فنيه. الظروف الاداريه خاصه بالامور الماليه لان كانت في مشاكل ماليه طاحنه بالنسبه للفريق تمام. فالامور الماديه دي اثرت وتاخرت كتير جدا فاثرت على اداء اللعيبه داخل الملعب كانت الخساره الكبيره بدليل كلامي تاكيد كلامي ده ان بعد ما رجع الفريق وتغير الجهاز الفني وجي كارتيرون الامور الماليه استقرت عشان في جهاز فني جديد اللي هو كان كارتيرون مدير فني. الدنيا مشيت المعنويات والنفسيه ان انا باخد حقوقي ومستحقاتي المتاخره اللعيبه ابتدت تشتغل. لكن قبل كده كانت شكاوي باستمرار ان المستحقات متاخره دفعات وصلت لاربع دفعات متاخره وده 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 في العرف الدفعات اللي بياخدوها اللعيبه الشهريه اربعه كتير يعني ممكن انا المس في دفعه المس في دفعتين والدنيا تمشي لكن اربعه كتير اربعه كتير ما علينا. فلما خلص ده كان الكابتن اسماعيل يوسف وقتها كان عضو مجلس اداره فاسماعيل جه بلغني يا عصام انت اللي هتمسك الفريق وانت اللي هتشتغل وعلى هذا الاساس انا كنت موجود في اوضه اللبس ان انا اللي هبدا التمرين مع الفرقه لان كان في بعديها بيومين ماتش في كاس مصر مع نادي كان درجه تانية ويوم السبت بعديها كان بيترو اتلتيكو الماتش الثاني في دوري المجموعات افريقيا. على فكره احنا طبعا لما جه كارتيرون كسبنا الماتشين طبعا لكن انا وانا واقف في اوضه اللبس اتفاجئت انه دخل وبلغ ان في جهاز فني جديد. وقتها كان كارتيرون وكان اعتقد كان سامي الشيني كان موجود ده كان الجهاز الجديد اللي هو جه وخد يعني اتفاجئت ان انت ماشي. ما انا ماشي وانا في اوضه اللبس يعني انا كنت ممكن ايه زعلي وحزني ان انا كنت ممكن اتبلغ قبل ما اجي اخش النادي يا عصام انت الوضع كذا وانت مش معانا كذا قصه يا ممكن اسماعيل في كذا لو عارف لكن
اسماعيل كان عارف ان انا اللي هكمل وهو واخد تعليمات بكده، وبعد كده اتغيرت في جزء من الثانيه ان في جهاز جديد هو اللي موجود. طبعا مش في جزء من الثانيه يعني، ده مدرب ومتفقين معاه عموما يعني. انت كان شكلها وحش، مش طبعا مش كويسه ان ان انت تبقى انت في الموقف ده وانت في اوضه اللبس في الفريق الاول خلاص، والعلاقه بينك وبين اللعيبه بتبتدي شويه بشويه، بقالك شهرين فالعلاقه شويه بشويه بتقوى كل الكلام ده، ويتفاجئوا بجهاز فني جديد انت مش موجود فيه.